قلة الداخليات والإحياء الجامعية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. الرحمن الرحيم، شكرا السيد الرئيس. تعاني مناطق متعددة ومدن متعددة من قلة الداخليات والإحياء الجامعية، ولعل هذا من أسباب الهدر الهدر وفي أحسن الأحوال بالنسبة للتلاميذ الذين استمروا في متابعة دراستهم فهم يتابعون في ظروف صعبة. سؤالنا: ما هو برنامج الحكومة في هذا المجال لمعالجة هذه المشكلة، وما هي الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في هذا المجال؟ شكرا السيد الرئيس. شكرا لنائب المحترم، الكلمة للسيد الوزير المحترم. شكرا السيد الرئيس. فعلا سؤال السيد النائب المحترم كيثير إشكالية محورية اللي هي بشكل عام إشكالية الإيواء والإطعام، واللي طبعا كتلعب دور مركزي ضمن معادلة ضمان حد معين من تكافؤ الفرص أمام المتعلمين، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ أو بالطلبة. ولهذه الاعتبارات طبعا كيذكر السيد النائب المحترم بأنها تم تحديدها كأحد المحاور الأساسية للتدخلات المؤتتة للبرنامج الاستعجالي. ما غاديش طبعا نرجع للأسباب ديال هذا الاهتمام وهذا الأولوية، السيد النائب أثرها في عرض سؤاله. فقط المعطيات بالنسبة لما هو واقع الأمر اليوم، بالنسبة للإطعام المدرسي بلغ طبعا عدد المستفيدين السنة الماضية حوالي 1,800,000 مستفيد ومستفيدة، أي بزيادة نسبتها 24% مقارنة مع سنة 2009. بالنسبة للداخليات سجلنا في نفس الفترة ارتفاع في عدد النزلاء يتعدى نسبة 20%، وسنتجاوز هذه السنة عتبة 118,000 مستفيد ومستفيدة. عدد الداخليات الجديدة التي فتحت أبوابها مع مطلع الموسم الدراسي الحالي هو 112 داخلية، بهذا يصل عدد الإجمالي للداخليات اليوم 594 عفوا، منها 50% في العالم القروي. بالنسبة للأحياء الجامعية، رغم أن تكلفة توفير سرير بإقامة جامعية تقدر اليوم بحوالي 45,000 درهم مع مصاريف صيانة تناهز سنويا حوالي 4,000 درهم، مقابل طبعا سومة كراء يؤديها الطالب لا تعدى 40 درهم شهريا. رغم كل هذا التزمنا ضمن العقد البرنامج المبرم مع المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية الجامعية على 3 ديال المحاور التدخل، أولها بناء 14 حي جامعي جديد تنضاف إلى 19 الموجودة حاليا، وذلك في المدن التالية: الرباط، تازة، أكادير، مراكش، سطات، تطوان، وجدة، الحسيمة، الناظور، جديدة، بني ملال، مكناس، وفاس. 30% من هذه الأحياء ستفتح أبوابها هذا الموسم والبقية خلال الموسم المقبل. ثانيا، المحور الثاني توسيع طاقة الأحياء الحالية بإضافة من 600 إلى 900 سرير بكل حي، تم توفيرها تدريجيا خلال هذا الموسم على النحو التالي: حي مولاي إسماعيل بالرباط، مضاعف الطاقة الاستيعابية، سويسي واحد، طنجة، وجدة، مكناس، دار البيضاء، وأكادير. والمحور الثالث طبعا تدخل محور يهم إصلاح وتجديد تجهيزات بالأحياء الأساسية، منها ظهر المهراز بفاس وطنجة والدار البيضاء ومراكش، كما بشرنا تغيير جميع الأفرشة بكافة الأحياء. نقطة أخيرة، اشتغل المكتب كذلك كما تفضل السيد النائب بإطارة هذا الجانب على توسيع دائرة شراكة المتدخلين الخواص في هذا المجال عبر إبرام اتفاقيات مع صندوق الإيداع والتدبير، مجموعة الشعبي، وكذا مع منعشين خواص في أفق إنجاز وحدات في كل من القنيطرة، الرباط، سطات، الدار البيضاء، فاس، مكناس، أسفي، وخريبكة، كما تم إبراج شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل تدبير دور لإيواء الطالبات بكل من وجدة، فاس، الرباط، والدار البيضاء. شكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد الوزير المحترم. هل من تعقيب للسيد النواب؟ شكرا فضل. سيد الرئيس، سيد وزير، في حق العرض التعليمي في المغرب كيعرف واحد انعدام تكافؤ، وهناك تفاوت ما بين الجهات وداخل الجهات، ما بين العالم القروي والعالم الحضري، وما بين الفئات المعوزه والفئات اللي شويه مسك عليها الله، ولكن هذا كيأثر على انه الطلب يتفاقم على الداخليات والاحياء الجامعيه على الصعيد الوطني، الا مشينا من الجهه الشرقيه الى اكادير الاقاليم الجنوبيه والرباط وسلا كذلك. فبالنسبه للسكن سيد الوزير، يصل الاكتضاد الان في الداخليات اللي موجودين بهذا الشيء اللي ذكرته الى 140%، والفائض المصير ديالو هو الهدر المدرسي.
كذلك بالنسبه للطلبه ديال التكوين المهني، واخا حنا كنقولوا دائما بان هذا الشهاده خصو يمشي للتعليم، ولكن مازال هو في وزاره التشغيل. الان فرضوا عليهم 2000 درهم دفعه واحده، والان الطلبه ديال التكوين المهني في الشارع. واش هادو الناس باغيين يديروا يحاربوا الهدر المدرسي، ولا باغيين يجروا على الدراري ما يخليهمش يقراوا؟ بالنسبه للاحياء الجامعيه، الاحياء الجامعيه السيد الوزير، هذا المكتب اللي مكلف بالاحياء الجامعيه والاستثمار ديالو السنه الماضيه في العرض ديالكم السيد الوزير قلتوا بانه وصلوا 2% فقط من تنفيذ الميزانيه، وبالتالي هاد الناس هادو يجب محاسبتهم. كيفاش ولاد الناس في الشارع وهاد الناس تاع هذا المكتب ما يمشيوش ويمشيو ويبقاو يبنيو الاحياء الجامعيه ويبنيو واحد مجموعه من المؤسسات؟ وكذلك بالنسبه للاطعام، الاقتناء العقارات ما كتقومش بها الوزاره في واحد مجموعه من الاقاليم. انا اعطيكم غير على سبيل المثال، في بركان كان واحد تقريبا 40 هكتار اللي كان خاص الوزاره تقتنيها باش دير فيها مؤسسات تعليميه وكذلك ملحقه ديال الجامعه وكذلك احياء جامعيه، لم يتم اقتناؤها، وطبقوا عليهم فصل 28 ديال التعمير اللي كيقول لك الا داز عليك 10 سنين ما بقاش عندك الحق، وبالتالي كيولي هذيك الارض والوزاره ما قامتش بالدور ديالها في اقتناء العقارات. بالنسبه للاطعام سيد الوزير، عدد الوجبات إلا قسمناهم على عدد الطلبة وصلوا وجبة واحدة كل 5 أيام ينجمعوا جميع الوجبات، ما كنهضرلكش على الجودة ديالها. والآن تم الخوصصة ديالها الاكسترنيزاسيون اللي كديروا الاكسترنيزاسيون، ولكن فينا هو الهدف ديال التعميم ديال هذا الإطعام؟ لحد الآن مازال ما وصلتوش اللي هو هدف ديال البرنامج الاستعجالي. المرافق الصحية سيد الوزير هي مرافق اللي مهترئة، غير كافية، غير مجهزة، الأطر الطبية قليلة، الموارد البشرية قليلة، وما كاينش التغطية الصحية اللي هاد الحكومة وتصريح الحكومي جا كيقولوا دي بلي راه حنا غادي نديروا التغطية الصحية للطلبة، وهذا الشيء ما وقعش. ونشوفوا هاد المكاسب الآن، هاد السيت اللي راه كيهضروا لنا على مكاسب ما مكاسب، يقولوا للطلبة شنو دارت الحكومة بالنسبة لهاد القضية ديال التغطية الصحية، في الوقت اللي هادو شباب ما يمرضوش والحكومه ما غاش تخلص عليهم شي حاجه كبيره لو كانت هما دارت لهم التغطيه الصحيه. كل شيء هذا الشيء السيد الوزير يجري في ظروف ان المنحه التي تعطى هي منحه هزيله، وكانت حتى الان على تكافؤ الفرص، ما كاينش تكافؤ الفرص، مازال ولاد فقراء ما يمكن لهمش يقراوا وما يمكن لهمش يولجوا الى مؤسسه التعليم. اما بالنسبه للقطاع الخاص فهذا ليس حل، ولا يمكن ان يقوم مقام الدوله في مجال حيوي واستراتيجي. شكرا سيد الوزير. شكرا للنائب المحترم. إذن سيد الوزير بعض دقائق بعض التواني. أنا سيد رئيس طبعا في جوج ديال التواني فقط، غير فقط للتذكير بأن يمكن بدون شك النبرة ديال خطاب السيد النائب توحي بأن لا شيء تحقق، ولكن أعتقد بأنه هو أدرى من كل واحد بأن ما تم تحقيقه هو فعلا كان على أرض الواقع. بالنسبة للاستثمارات طبعا ما التزمنا به بالنسبة للإنشاءات الجديدة للأحياء الجامعية، السيد النائب كيعرف بأنها انطلقت وبأن 30% اللي تكلمت عليها غادي تفتح هذه السنة هذه. طبعا هذا ما كاين فيه شيء، وهنا متفق مع السيد النائب بأن كاين هناك تحديات على مستوى التعميم، على مستوى تكافؤ الفرص، وكذلك على مستوى الجودة، ولكن طموحاتي أننا نشتغل كلنا جميع كل من موقعه من أجل ضمان أن هذا الوضع هذا يتحسن. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الوزير.